يقول السائل: هل صلاة الشروق والضحى تجوز جماعة؟ بعض الأحيان إذا فعلت جماعة بعض الأحيان، أما المداومة على ذلك هذا بدعة، لكن إذا صلوها جماعة بعض الأحيان، اجتمعوا في مكان وقالوا نصليها جماعة من غير يعني مداومة على هذا، لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البيوت لما زارها صلى، وصلى أهل البيت خلفه صلى الله عليه وسلم نافلة. نعم.